عسلامة مدام. الله يسلمك. مرحبا بك في تونس. مرحبتين بك. في مواطنة ليبية متزوجة من رجل تونسي. اخترنا باش نحكيه على الزواج المختلط. كيفاش تكون العلاقة ما بين تونسي وليبية؟ بالتفاهم، يعني يتفاهموا الزوز، وما هيش يعني أكثريتها أن تعرفيه، يعني يكون مهم حاجة أن راضي أبوه وأمه، وإنسان يخاف من ربي. ما عندك ما تدوري، ما تدوريش حاجة اسمها مادة، المادة لوحة على تركينا. أهم حاجة العشرة، أهم حاجة الكلمة الباهية، أهم حاجة الإنسان، لأن هذا عمر، ما هوش يوم ولا لحظة ولا دقيقة ولا يعني تانية واحدة وتطلعي من حياتها، لا، العمر كله تكوني معاه. إنسان متاع العمر الكل، صحيح. نعم بالله، وفي نفس الوقت على الحلوة والمرة. والمادة حطها في تركينا، معناها المادة هذه كذبة عليك لو دوا فارغة. لو صار سوء تفاهم ما بينك وبيننا ما تغنيش المادة عندها، يعني ما أهم حاجة إنه هو يكون معك شني. يكون بوك، يكون أمك، يكون خوك، يكون صاحبك، يكون كل شيء عندك في الدنيا هي. ليبيا وتونسي كيفاش ينجموا يتعرفوا على بعضهم؟ أعطيني أنت تجربتك. أنا لما تعرفت عليه بالصدفة، وكانت عنده حالة وفاة، ولما توفت لما ماته هو كان بروحها، حسيت أنه هذاك الوقت ما عندهش حد إلا ربي. الجدة متاعه توفيت ولا أمه؟ نعم؟ الجدة متاعه توفيت ولا أمه؟ أمه لا، توفت قبله بعدين توفت الجدة. ألقى روحها بروحها، حاولت أني نكون معها يعني أخية صديقة. في تونس ولا في ليبيا؟ ما بيني وبينها كنا في الفيس مع بعضنا، معنا في الفيسبوك مع بعضنا. عرفته على الانترنت. نور كان هو سنة هو يحاول يخش لي صداقة، أنا ما قبلته. قبلته في الفترة هذيك، فهمتني؟ قلت إن شاء الله خير. أنا كنت نمشي ونجي على تونس نجيب في حاجات، قلت ممكن من الناس اللي تبي يعني تبي تجي لي، اللي بتبي تخدم. المهم لما لقيت إنسان على حالة، فهمتي؟ يبي يخدم، يبي يتر، يبي يكون روحه، يبي يدير عيلة، يبي يدفي معناها. والحمد لله. صح في ناس ما تقبلكش، يقول لك ليبية. حتى أنا عندكم في تونس. كيفاش؟ ممكن تعرضت لي المرة اللي فاتت، معناها شنو واخدك فيها الليبية؟ معناها شنيها؟ بالعكس ما حليها المرأة الليبية. وقول لك شنو يسوى، نقول لك حاجة، احنا خوفنا من ربي مش من العبد. وفي نفس الوقت أعطيني إنسان، أنا في فترة حتى مرة إنه هو طلع وعطل عليا، وكنت في قاعدة ما جبتش خبزة، أنا قعدت من غير حاجة، مش ما بيش نطلع. قال لي ليش ما طلعتيش؟ قلت له أنا ما شاورتكش، ما نقدرش نطلع. عندنا العيب، ما نقدرش نشكي في راجلي، ما نقدرش نقول على أي حاجة، نحاول نخليه خير من غيره، لو عنده عيب نحاول ما هوش نوضحه، فهمتي؟ نحاول نكون إنسانة أني نلم بيتي، نلم حوشي، حتى لو كان أبخيتو المرأة الليبية مرأة محافظة، مرأة مسلمة، يعني لا ما حتى فرق لله. يعني الحمد لله. ونقول لك حاجة واحدة، احنا حاجة ميزة في ليبيا، والمرارة المرأة أنها تحب تعاند مع الراجل، تحب تكافح، تحب تكون روحها، ما هيش تعب على الراجل أنه يصرف عليها، يوكلها، يشربها. لا، احنا كلهم في ليبيا غادي كان المرأة بصفة عامة أنها تكافح، المرأة تخدم مع الراجل، تخدم وهي اللي تكون مسؤولة على الحوش. راه كذب عليك، المرأة الليبية راه الراجل عنصر أساسي، لكن المرأة كل شيء عندها، كل شيء المرأة هي عمود الدار. هذه مدام الصفة احنا لاحظناها في المرأة العربية بصفة عامة، مرأة تخدم مع زوجها، المرأة تربي، المرأة يعني، لكن أكثر ليبية تصدق لو يكون حتى الراجل المرأة هي تلم. هي نقول لك حاجة، كذب عليك، الراجل ما يكونش في الدار ديما، المرأة هي تكون في الدار. لو المرأة هي ما تربيش صغارها وتعلمهم وكذا، لأن هي حايطة بالصغار، فهمتيني؟ احنا نخدمه ونطلع ونطيبه ونوكله ونشر وكل شيء مسؤول عليك. كذب عليك المرأة، المرأة هي مسؤولة في حوشة، كذب عليك، فهمتي؟ مش تقولي لي لا كذا، أنا نخدم وما نقدرش هذيك الحاجة ندير. كذب عليك، مسؤولة على حوشك، مسؤولة على بيتك، مسؤولة على كل شيء، والحمد لله. تزوجتوا عن حب ولا لا؟ أي قصة حب. قصة حب. عملتوا زواج بعادات وتقاليد ليبية أو تونسية؟ زوز مع بعضهم، وفي نفس الوقت مالي فرحوا بيا هلبا، الحق الحق معناه. هو كان يبيني وهم فرحوا به، فهمتني؟ فرحوا بيا معناها الحق الحق، ولاحظتهم يعني قدروني، فهمتي؟ يعني يقول لك هي ليبيا وما بيناتنا، والحمد لله. يعني هو
راهو الباهي والخايب تلقاه في كل بلاصه كما نقولوا عنا احنا من غيره. فما الباهي وفما الخايب، وين ما تمشي لاخر نقطه في العالم فما الباهي وفما الخايب، وما فيش حاجه تجيك راه حلوه، راه ديما لازم حلو ومره. كذب عليك يقول لك اليوم فلع مره، كذب عليك باش تقولي انا بنعيش في السعاده هذيك، لا في حلو ومر، لكن كذب عليك في تفاهم. احنا في حاجه في ليبيا، الراجل لما يرقي المراه توطي، الراجل لما يرقي يبدا يدوي المراه هي توطي، حتى لو غلطت ودار اي حركه المراه توطي، لان بتلوم عليه بعدين، بعد عرفت ما يفوت الضغط شويه تبدا تعاتب فيه، تبدا هو بتبيعته وقتها يكتشف الخطا نتاعو، يقول لك انا يا ريتني ما درت هذيك الحاجه، يا ريتني، نحس بالذنب هلبا. احنا توا عندنا احنا زي ما نقول انبك في ضميرك، لكن مش بالطريقه باش نبدا انا وياها مع بعض. هذه طريقه ذكيه مدى، لا احنا تو في ليبيا هيك نديروا، فيها طريقه ذكيه من المراه هذه. والمراه راهو على فكره انا نستعمل الغباء هلبا معاه، لكن في نفس الوقت اني مراه محافظه على بيتي وحوش. مش بالساهل الواحد يخرب داره زاد، ونعم بالله. ومش بنقولها لك راه كذب عليك، راه بنوي تحوى زي بعضهم راه، بس الرس حاجه واحده يبوا شويه عقل، بس شويه عقل رجال. لا والله حتى انسى كذب عليك، راه حتى انسى ولا كذب عليك حتى انسى، يبوا شويه عقل، راه مش كل شيء الراجل ماده، ومش كل شيء نيرف، ومش كل شيء عصا، حياه مشتركه. وكذب عليه، لا مثلا طلقني انا كيف، وانا مش عارف شنو، وانا نتعان، وانا متجوزاتها باش ينفق على صغاره، وانا كذب عليك. لو حتى طلق، لو حتى اتطلقت انا وياه، ولو صار بعيد وبرا، والله العظيم يمشي بحاله، انا نصرف، انا بروحي، طز فيهم الفلوس، لان الفلوس يمشي ويجوا، او حاجه واحده نقول له زي ما نجيب القرش نجيبها حتى غضبه، مش الراجل الفلوس بس، فهمتني؟ وكذب عليك نخليه هو يتحاسب عند ربي، مش انا نحاسب راه، فهمتي؟ هو يتحاسب، حتى ما ينفقش، حتى ما يجيبش، انا نكون روحي بروحي. هذه الميزه اللي بيا اللي فيها، هي تكون روحها بروح. وكذب عليك راه كان هنا توا يفهموها، هي حاجه حلوه تقدس نفسها وتعز نفسها انها انت بس، وتقيم خشامها تعليه انها انت، وتحافظ على بيتها اكثر ما يمكن. وكذب عليك مع عمرها تكون معانده للراجل، هي توطي، هو هي توطي والراجل يرقي، وهذه جدا، والدنيا تمشي في حالها راه حلوه ومره راه. تعلمت توا طيب تونسي ولا؟ انا نعرف ليبي، ليبي لا ليبي هلبا. طيب في اللي بماكلة ليبية في تونس زي ماكلتكم راه، بل ماكلتنا احنا توا ما شاء الله راه نطيبوا في كسكسي، نطيبوا في رز، احنا ماكلتنا ما شاء الله ليبية راه. اما كسكسينا ابن عاد. صلي على النبي، لا كذب عليك، لا كذب عليك، اهو ضايقة، اهو ضايقة، اهو ضايقة، لا كذب عليك، ناكلوا حتى احنا في الحال، لكن كذب عليك ماكل ليبي، جربي في شهر رمضان وتعالي مرحبتين بك وشوفي الطرابيزة بتاع الليبيين في رمضان، مازال ما تعرفوش على حاجات أكلة الليبية راه. ماكلتنا شنو باش مشهورين في ليبيا الاكل نتاعكم المشهور معناه؟ كسكسي بازين، رز، عندك مبطن، عندك كفته، عندك هلبا حاجات اكلات ليبيا، ما خشيتيش على المطبخ الليبي. ماكلتنا اذن مدام. صلي على النبي. والله وعسمي مكرونه الصلصه زيدها. اسمعي صلي اسمعي اسمعي كل دوله كلمة. كل دوله تتميز بالاكل نتاعها. لكن نقول لك كلمه، خش على التراث، خش على المطبخ الليبي وعرفي شويه منا، شوفي جو في شهر رمضان، احنا في شهر رمضان في عرفتي يترابطوا مع بعضهم الليبيين، لازم العيله مع بعضها في شهر رمضان، اهم شي معاي وشافهم كيف، انا ما ناكلش نشوف جاري كلا ولا ما كلاش، ماكلتي تطلع لبرا، ما ناكلش انا، ما نفطرش، لازم حتى في الشارع نطلع نوقف في بلكون نشوف مني في الشارع قاعد برا، ما افطرش، نطلع انا نوكل ونفطر، فهمتي؟ احنا تو في شهر رمضان، هذه الميزه، فهمتي؟ يعطيك الصحة مدام، مرحبا بيك، انت انسي بعضكم، وان شاء الله ربي يعطيكم وقت طيب.